دكتور مصطفى مدبولي على سبيل المثال للحصر. واحنا هنا بنتكلم على رمضان، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم والله أكرم واللهم بلغنا رمضان. رئيس الوزراء بنفسه الحقيقة نزل النهاردة بعد الظهر يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي. معارض أهلا رمضان دي كتير جدا. هو راح لافتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي في محافظة القاهرة، واللي موجود في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر في قلب الدنيا يعني. طيب، جدير بالذكر يا سادة إن احنا عندنا 465 معرض لأهلا رمضان في جميع المحافظات. هل من الوارد إن احنا نزودهم شوية؟ أقول لك والله يمكن. وبعدين خلي بالك أنا جنبي معايا هنا، انا بكلم اهلا رمضان ده كده على وزاره التموين، ما انا جنبي وزاره الزراعه برضو عامله معارضها، وجنبي بالمناسبه وزاره الداخليه عامله معارضها، يعني العدد ما شاء الله في الليمون، اللهم زيد اللهم بارك، طالما بقدر اخد سلعه بسعر مريح عليا شويتين، انا مش بقول لك احسن سعر في الوجود، لكن اكيد احسن من بره. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور احمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. نشكر حضرتك على المقدمه الجميله عن الحديث عن معارض اهلا رمضان. لا العفو، بس خلينا الاول اقول لك مبروك على الدكتوراه، صح ولا ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك. الف مبروك. الف مبروك. شكرا جزيلا. دكتور احمد، كلمنا اكتر على معرض اهلا رمضان، مش بس في ظل زياره دوله رئيس الوزراء للمعرض الرئيسي، لكن هذه المعارض ماذا تقدم للمواطن واسعارها تقل عن السوق خارج هذه المعارض بنسب قد ايه تقريبا؟ في الحقيقه زي ما حضرتك اشرت في المقدمه، يمكن في تكليف من فخامه السيد رئيس الجمهوريه لمعالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين للتبكير بمعارض اهلا رمضان، وبدانا بالفعل هذا العام من يناير 2023 حتى هذه اللحظه تم افتتاح 552 معرض على مستوى كافه محافظات الجمهوريه، ودي شوادر ومعارض رئيسيه في كافه المحافظات. اللي تم النهارده هو افتتاح المعرض الرئيسي في محافظة القاهرة. نسب الخصومات اللي موجودة في معرض القاهرة بتتراوح إلى 50%، وفي بعض المنتجين تعهدوا أنهم يبيعوا بسعر التكلفة بدون أي هامش ربح. المعرض بيقام على مساحة 8000 متر مربع، وفي أكثر من 400 عارض ومشارك في المعرض، وأكثر من 180 جناح، جناح خاص بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وكل شركاتها التابعة، جناح خاص بمنافذ أمان اللي تابع لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. المعرض ممتد من النهاردة 14 مارس حتى 21 مارس. باقي معارض أهلا رمضان اللي على مستوى محافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس إن شاء الله. التخفيضات في المعارض اللي موجودة في محافظات الجمهورية تصل إلى 30%. النهاردة يمكن معالي الوزير استعرض الأسعار اللي موجودة مع السادة المشاركين في الافتتاح. يعني على سبيل المثال السكر مطروح ب 14 جنيه ونصه، سعره بره بيتراوح من 18 الى 20 جنيه، الرز المعبأ نسبة الكسر 5% بيصل الى 14.5، الدقيق ايضا 1 كيلو معبأ بيوصل ل 18 جنيه بره بيعدي ال 22 جنيه، اللحمة السوداني الطازة الفريش 165 جنيه، الدواجن زي ما النهارده استعرض رئيس الوزراء ووقف اتكلم مع معالي الوزير بما يتعلق بالدواجن وقد ايه الوزاره لما نزلت بالمخزون اللي عندها وزاره الزراعه وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ومنافذ امان فهمت ان نزل كيلو الدواجن المجمد دلوقتي 65 جنيه، ونزلت ايضا دواجن محليه، وتم الاعلان عن دفعه من الدواجن المستورده وبالتالي ساهمت في تخفيض الاسعار بالتزامن مع الافراج الجمركي اللي بيحصل. فالحمد لله الدوله زي ما حضرتك اشرت يعني كانت قادره على ان هي تثبت رغم الظروف الاقتصاديه العالميه ان هي حاضره وبقوه في ملف الامن الغذائي. ومش بتكلم بس عن معارض اهلا رمضان، في السلاسل التجاريه اكثر من 600 سلسله فيها ركن اسمه اهلا رمضان، المجمعات الاستهلاكيه تقريبا 1300 مجمع فيهم نفس نسب التخفيضات اللي تابعين للوزاره، السيارات المتنقله النهارده كانت موجوده وخدت اشاره البدء اللي هي خاصه بشباب الخريجين، 104 عربيه كانت موجوده في ارض المعارض وتم يعني تسييرها
تتحرك في كل محافظات الجمهورية وخاصة القاهرة الكبرى والجيزة واسكندرية والأليوبية اللي هي بتتمركز في الميادين الرئيسية. النهاردة في الحقيقة قدم برضو معالي الوزير ودولة رئيس مجلس الوزراء الشكر للقطاع الخاص ان هم متواجدين في المعرض، وقد ايه طرحوا مبادرات ان هم يبيعوا باسعار التكلفه. وبنطمن الناس من خلال حضرتك ان هم يترددوا على المعرض اعتبارا من بكره من الساعه 10 صباحا ل 10 مساء. كل السلع اللي خاصه برمضان والسلع الاساسيه وكل ما يحتاجه البيت المصري هيلاقوه ان شاء الله موجود، وما فيش اي داعي للتكالب او يعني الشراء بهدف التخزين، لان البضاعه موجوده والمخزون الاستراتيجي برضو النهارده. يعني معالي الوزير كان فيه فرصة، ويعني آسف لو هطول يعني على حضرتك شوية، يعني اتكلم النهاردة الحمد لله القمح مكفينا 3 شهور، والزيت مكفينا 5 شهور، والسكر 3 شهور، وبدأنا دلوقتي إنتاج قصب السكر وبنجر السكر، والحمد لله كان في استقرار في أسعار الرز بعد يعني الإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها الدولة. فنطمن الناس إن الاحتياطي موجود والمعارض موجودة والشوادر موجودة ومنافذ وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، كل ده موجود لخدمة المواطن المصري. طب ده انا لو سمحت لي هضيف حاجه كمان يا دكتور. انا لو انا بتكلم على مخزون القمح، انا لسه عندي موسم حصاد يبدا في ابريل، يعني انا كل ده 15/4 لسه ما بداتش موسم الحصاد بتاعي. والسكر كمان بدا معانا في يناير، بدا قصب السكر، وفي فبراير بدا بنجر السكر، فبراير يبدا بنجر السكر، وعندي 3 شهور كمان احتياط الزيت، عندي 5 شهور، لان احنا بنستورد تقريبا 95% من احتياجاتنا للزيوت في ظل طبعا يعني الاجواء او الظروف الاقتصاديه، ولكن قدرنا ان احنا نحقق مخزون استراتيجي، اللحوم السوداني ايضا والدواجن المجمده. فعايزين نطمن الناس يعني، وتبقى اخبار جميله من خلال يعني البرنامج بتاع حضرتك، ان الحمد لله يعني زي ما احنا دايما متعودين نطمن الناس مع حضرتك، مفيش اي داعي خالص للقلق، لان يعني ملف الامن الغذائي القياده السياسيه ومجلس الوزراء بيلوه اهتمام يعني كبير، ومعالي الوزير يعني شغله الشاغل هو بناء الاحتياط الاستراتيجي الامن، مش 3 أو 4 شهور، بالعكس في بعض السلع بتصل الى 6 أشهر كمان. طيب ده كلام محترم جدا دكتور. يعني هاخد الاول بمبدا في الاعاده افاده. انا النهارده اي حد او من بكره باذن الله هينزل يروح معارض اهلا رمضان او جمعياتنا الاستهلاكيه الخ هيلاقي كيلو اللحمه السوداني ب 165 صح؟ 160 جنيه، الدواجن ب 5، اللحوم السوداني 165، الدواجن ب 65، هيلاقي السكر 14.5، الرز 14.5، الدقيق 18 جنيه، المكرونه 400 جرام ب 7.5، في مكرونه ايضا يعني في ماركات كتير مشهوره موجوده سعرها 10 جنيه، عندنا كل انواع الزيوت اللي تابعة للقطاع الخاص موجوده، الشاي 250 جرام هيلاقيه موجود، ال 40 جرام ب 7 جنيه، ال 250 جرام بيتراوح سعره من 40 الى 45 جنيه، كل انواع الصلصه اللي تابعة لوزاره التموين اللي هي شركات اها وتشينا 300 جرام ب 7 جنيه، يعني انا بدي لحضرتك امثله على سبيل انا فاهم يعني ده موجود من بكره الصبح باذن الله. جنيه. من بكره الصبح موجود في ارض المعارض في مدينه نصر، وهيبقى موجود معانا لحد يوم 21 مارس ان شاء الله، وباقي ال 552 معرض مستمرين حتى اخر شهر مارس. مارس، طيب حاجه تانية بقى، انا دايما عندي حاله خشيه وخوف، انا طول عمري من وانا طفل مسميني مضمنش ليه بقى؟ انه انا اخاف من السماسره والدلالين والدلالات والتجار يخشوا على المعرض يحوش يجمع ياخد بعضه ويطلع يبيعها عنده في محله، ولا يلف بيها على البيوت بضعف السعر. هل احنا عندنا آلية ما نقدر بيها نحول دون ذلك؟ اسمح لنا ان احنا كوزاره التموين نطمنك بس في الجزئيه دي. اولا بيبقى فيه مراقبين من جهاز حمايه المستهلك موجودين في المعرض بيشكلوا غرفة عمليات مستمرة مع مجموعة عمل من وزارة التموين قطاع التجارة الداخلية ومديرية التموين اللي تابعة لمحافظة القاهرة، موجودين في داخل أجنحة المعرض اللي بتصل إلى 180 جناح عشان تيسير عملية دخول وخروج المواطنين، عملية يعني تذليل أي عقبات أمام الشركات العارضة، تسهيل عملية إمداد ونقل البضاعة ودخولها وخروجها، بالإضافة إلى السماح للمواطنين طبعا السلوك الاستهلاكي الطبيعي، يعني اي حد يعني داخل يشتري بتبقى في الحدود الطبيعيه ما بين 5 كيلو 10 كيلو حاجات كلها يعني زي بيوتنا كلها بتبقى حاجات يعني في الاستهلاك المتوسط، فممنوع الشراء بالكراتين
اللي بتثير الشك او الريبه، بالاضافه الى ان بعض المنتجات عليها الشعار الخاص باهلا رمضان، وحذرنا قبل كده. يمكن النهارده يعني ختام افتتاح المعارض، يمكن احنا من اول يناير فتحنا اكثر من 500 معرض، فكنا بنقول ده في كل معرض ان اي تاجر هيضبط بياخد كميات موجوده عنده في المحل الخاص بيه وعليها شعار اهلا رمضان هيتم مصادره البضاعه واعاده بيعها مره ثانيه في منافذ الحكومه او الدوله وسحب الترخيص من هذا التاجر، لان الدوله بذلت مجهود ان هي جابت المعارض وسعر الايجار بيبقى رمزي، وزاره التنميه المحليه ما يخص الامن والمرافق، واتحاد العام للغرف التجاريه التنسيق مع الموردين، وزاره التموين اللي هي عمليه الامداد بالنقل للبضاعه، وتواجد مسؤولين يعني ارفع المسؤولين يعني رئيس مجلس الوزراء بنفسه موجود بيفتتح المعرض والساده الوزراء. كل المجهود ده يعني هدفه حاجه واحده، ان احنا نوصل السلعه بالجوده العاليه والسعر المناسب للمواطن، فمش صحيح. هيسمح لاي مواطن اي حد مستغل ان هو يدخل يعني يعمل اي خلل في هذه المنظومه، فانا بطمن حضرتك ان شاء الله الناس تاخد احتياجاتها على قدر المطلوب، واي محاوله للاستغلال هيتم مواجهتها بكل حزم وقوه. حلو جدا، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور. كل الشكر للدكتور احمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. كويس جدا ان الدكتور احمد كمال ذكر مساله جهاز حمايه المستهلك.